اسمحوا لي قبل أن نبدأ أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام أن نقف جميعاً لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء اللي استشهدوا في العملية الإرهابية التي تمت في مصر، وأيضاً أن نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء في الوطن العربي سواء كان في العراق أو في ليبيا أو في أي قطر من أو اليمن أو غيرها من الدول العربية التي تشهد نزاعات وصراعات. فبتسمحوا لنا نقرأ الفاتحة. يأتي اجتماع الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام في هذه المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة العربية، والتي كان في آخرها العملية الإرهابية التي حصلت في مصر. وطبعا هذه أحد العمليات، وكانت عملية أثارت الرأي العام العربي والعالمي، لأنها اعتمدت على ما شهدناه من الجماعات الإرهابية والعصابات الإرهابية، خلينا نقول، من وسائل دنيئة وصلت إلى مستوى قتل الأبرياء الذين يمارسون الصلاة ويوم الجمعة. فطبعا هذا يمكن من أهم البنود. إحنا كما نقول الإعلام له دور كبير جدا، وأصبحت المعارك الآن تنتقل ليس فقط في الميدان، وإنما أيضا أصبحت المعارك هي تنتقل في وسائل إعلام مختلفة، وخاصة وسائل الاتصال الاجتماعي المختلفة. جدول الأعمال عندنا الآن مليء بالبنود التي هامة جدا لدينا جميعا، ويمكن على رأسها موضوع مكافحة الإرهاب، اللي إحنا يعني يوميا نطلع إلى بوسائل الإعلام العديد من الاجتماعات التي تعقد في الدول العربية. وأمس كنا ننظر إلى اجتماع لوزراء دفاع الدول الإسلامية في العالم الإسلامي الذي عقد في الرياض أيضا، وهذا دليل على الاهتمام الكبير التي تشهد المنطقة في تجسيد الجهود المختلفة، سواء كانت على المستوى الفني أو المستوى الدفاعي أو المستوى الإعلامي. وأيضا أنا بعتقد الجميع ينظر إلى ما يمكن لمجلس وزراء الإعلام العرب من اتخاذه من خطوات لمتابعة وسائل إعلام مختلفة، وكيف يمكن أن نستخدم وسائل إعلام مختلفة لمحاربة الإرهاب وإن شاء الله القضاء عليه في المنطقة العربية. طبعا إحنا يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء رئيس اللجنة الدائمة للإعلام الدكتور عبد المحسن فاروق الياس، اللي هو وكيل وزارة الثقافة والإعلام. واسمحوا لي باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أرحب بجميع وفود الدول العربية المتواجدة في هذا الاجتماع، والتي تشعر أن هناك في حرص، يعني نشعر جميعا أن هناك في حرص من الدول العربية على المتابعة والحضور والمشاركة في هذا الاجتماع. لأننا غدا سيكون عندنا اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة رئيس المكتب التنفيذي معالي وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية وأعضاء المكتب التنفيذي. وطبعا بهذه المناسبة أنا بحب أشكر وسائل الإعلام اللي هي باستمرار معنا، وكيف لا تكون مع اللجنة الدائمة للإعلام، لأنه هي طبعا من المهم متابعة ما يجري في هذه اللجنة الدائمة والتوصيات التي تخرج عنها والتي ستناقش غدا في اجتماع المكتب التنفيذي.